القصة طموح جارية. الفصل الثالث عشر. المصيدة. تناولت مارغريت رسالة الملك لويس وجعلت تنظر فيها، وابتسامتها تتسع شيئا فشيئا، معبرة عما تجد فيها من الأمل. تقدمنا يا عزيزتي من دمياط بهمة حتى بلغنا فرسكور، بجانبنا شوانين الضخمة تتهادى في مياه النيل الجارية، وبعد قتال مرير انتزعنا هذه المدينة، وأقنعتنا هذه المعركة بأننا كنا واهنين حين ظننا العرب خائفين، وأن امتلاك بلادهم ميسور لن يكلفنا عناء كبيرا. ثم انطلقنا مسرعين إلى المنصورة، وألقينا مراسينا على البر المقابل لها، لا يفصلنا عنها سوى بحر أشموم. ولو رأيت جنودنا الذين يملؤون السهل وخلفهم المروج الناضرة، لطار بك السرور إلى فرنسا، يريك البون الشاسع بينها وبين هذه الديار، حلمنا القديم. ومن العجب أن العرب لا يريدون أن يلقوا السلاح ويرفعوا راية التسليم، وهم يرون أعدادنا وحماسنا وقوتنا، ولا نراهم إلا عازمين على القتال، مستعدين له بقلوبهم وصدورهم، غير مهتمين بما يرون من قوتنا. وقد احتطنا لهم وحفرنا الخنادق حولنا ونصبنا المجانيق الباطشة، هم أمامنا نراهم رأي العين، وقد عزمت على الالتحام بهم، وإذا سقطت المنصورة فلن يبقى أمامنا إلى القاهرة عائق يذكر. لا تقلقي يا ملكة الشرق، فسوف نبلغ الهدف، وإن كان الوقت الذي حددته لدخول القاهرة سيتأخر قليلا، وسوف ندخلها قبل انقضاء هذا الأسبوع، فاستعدي. الجو جميل فاتن، والهواء لطيف رقيق، والمكان بهيج رائع، ولا يعكر صفونا غير مآذن المسلمين العالية وأصواتها التي تنبعث منها قبل طلوع الفجر، ويزيدنا إقلاقا ذلك الضجيج المنبعث من مضارب المسلمين ومن المنصورة كلها، لأنهم كما يقولون في شهر لهم يسمى رمضان، يصومون فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يأكلون ويشربون طوال ليلهم، ويغلقون أفواههم مع طلوع الفجر، ثم يتمون الصيام إلى الليل، وفي الليل يوجعون قلوبنا بآيات القرآن التي يتلونها، لا يفترون ولا يهجعون. ومن أعجب العجب أنهم مع هذا الجوع الذي فرضوه على أنفسهم طوال يومهم، فهم يقضون النهار كله في عمل وجد ونشاط وحركة. نسيت يا عزيزتي أن أحدثك عن تلك المرأة العجيبة التي تقود المعركة، والتي تسمى شجر الدر. شيطانة خلقت من حديد، لا تكل ولا تمل، تضع الخطط وتوجه المملكة في جميع شؤونها بدقة وإحكام، ولا تزال توهم الناس بأن السلطان في سريره حي يتماثل للشفاء. ستصبح بعد قليل جاريتك، أقدمها لك هدية النصر، تذلينها وتذلين بها المسلمات، وتقدعين بها أنوفهن المتكبرة. لويس سيملك مصر والشرق، انتظري أخبارا سارة. في ذلك الوقت كانت شجر الدر تعمل دائبة الحركة، تشجع الجنود وتدفع الخطباء إلى القول، وترسل الأخبار إلى البلاد، وتتلقى الأنباء من جوانب المملكة،
وتعد الأبطال بالجوائز السنية وتدفع الفدائيين إلى العمل. وبفضل عزمها وثباتها وروحها الوثابة نشط الناس للجهاد وازدادت فرق الفدائيين وتحالفوا على الموت في سبيل الله والوطن، وانطلقوا يسبحون إلى الفرنج ويهاجمونهم في أستار الظلام وفي وضح النهار، يخترعون من الحيل ما يخدعونهم به، ثم يتصيدونهم ويعودون بهم إلى مضاربهم. لم يضيعوا ساعة ولم يغفلوا لحظة، حتى في يوم عيد الفطر استأنفوا نشاطهم بعد أداء الصلاة والتحموا مع الفرنج في معركة حامية غنموا فيها كثيرا من الغنائم وقتلوا كثيرا من الجنود، من بينهم قائد من كبار القواد جزع لويس لفقده أيما جزع، وهي تتلقى البشائر وتطيرها إلى القاهرة فتتلى في المساجد والمجتمعات فتقوي القلوب وتهدئ النفوس وتحمس من تخلف عن الجهاد فيسرع بالسير إلى المنصورة لكي لا يفوته ذلك الشرف. وكلما أحرز الأبطال انتصاراً طار البشير إلى شجر الدر. في السابع من شوال هاجمنا شنية كبيرة فيها 100 رجل من الفرنج، بينهم كونت كبير، وأسرناها. في منتصف شوال التحمنا بهم في برهم وأسرنا منهم 40 فارساً بخيولهم. في آخر شوال أحرقنا سفينة كبيرة من سفنهم والتحمنا معهم في معركة فزنا فيها بنصر كبير. تتلقى شجر الدر هذه الأخبار وتبعث بها وبالأسرى إلى القاهرة أفواجاً تلو أفواج، فيطاف بهم في الشوارع والأزقة ويعلو التكبير وترتفع الأيدي بالشكر لله والدعاء له أن يتم نصره ويهزم أعداءه. حتى رأى لويس أنه سيفقد جيشه بعضاً وراء بعض إذا استمر هذا الحال، ورأى أنه لابد من معركة يتلاقى فيها الجيشان، وجمع قواده ومهندسيه وجعلوا يتداولون الرأي، واتفقوا على أن يقيموا جسراً على بحر أشموم يعبرون عليه، وهبوا إلى العمل يدفعهم الخوف والأمل حتى أتموا منه بعض أمتار. وكانت شجر الدر يقظة لما يصنعون، فجمعت القواد والمهندسين وتدارسوا الموقف، ثم اتفقوا على أن يتم الهجوم على الفرنسيين أثناء إقامتهم الجسر أولاً بأول، وتم تنفيذ الخطة بنجاح، وعجز الفرنسيون عن إقامة الجسر كما اشتد هجوم الفدائيين عليهم وأثار الذعر في قلوبهم. ولويس حائر يصيح قائلا في عجب: كيف هذا؟ أليس لهذا البلاء من دواء؟ وأخيرا تفتقت أذهانهم عن فكرة ظنوها ستحميهم، أن يبنوا برجين كبيرين من الخشب يحشدان بالرجال والقذائف، يلقون منها قذائفهم ويحمون بها العمال الذين يقيمون الجسر. وبدأ العمل وتحرك الجسر ليمتد إلى الشاطئ الآخر. قالت شجر الدر لقوادها ومهندسيها: ما العمل؟ الجسر يتحرك والبرجان يتحركان معه، ولا بد من الإسراع بإيقاف ذلك الخطر. وكان الجواب حاضراً: لا تخافي يا مولاتي، فلن يصلوا إلى شيء مما يبغون، سنقذفهم بالنار العربية التي لا يعرفونها. وفي ظلام الليل والفرنج جادون في إقامة الجسر وجنودهم يحرسون البرجين في حذر، ولويس يتعجلهم، شقت الجو نار مستقيمة مثل الاسطوانات الكبيرة تجر خلفها ذيولاً كالحراب الطويلة، تحيل الليل نهاراً وتهز بدويها الأرجاء وتكشف مضارب الفرنج، ثم تنقض عليهم كأنها نسور جارحة. فاشتعلت الحرائق في معسكر لويس وفي البرجين وارتفع لهبها إلى السماء، والمسلمون على الشاطئ يهللون ويكبرون ويدعون، وأشباح الفرنج في ضوء تلك القذائف تعدو فارة من الموت الأحمر الذي يصبه العرب عليها. ثم أقبل البشير إلى شجر الدر
يصف الهلع الذي أصاب الفرنج، والفزع الذي تملك لويس، واليأس الذي استولى عليه وعلى جنوده، فباتت مسرورة تدعو ربها أن يتم نصره ويمحق أعداءه. وقف العمل في الجسر، وخيم السكون على مضارب الفرنج، واعتكف لويس في خيمته يفكر، وطال به التفكير معلقا أمله بمعجزة تنقذه من براثن العرب. وجمع القواد وجعل وإياهم يفكرون في حل، وقبل أن يجدوا حلا أقبل أحد الأتباع لاهثا ينبئ لويس بأنهم وجدوا رجلا يدلهم على طريق إلى العرب في مقابل مال قليل، مخاضة في بحر أشموم يجتازون منها ويفاجئون العرب ويأخذونهم أخذا وبيلا. فصاح لويس غير مصدق: أرأيت هذه المخاضة رأي العين؟ نعم يا مولاي. فالتفت لويس إلى أخيه الغبي المتسرع دارتوا وقال والفرح يهزه: تسرع أنت يا دارتوا بفرقة الفرسان وتخترق تلك المخاضة وتعبر بحر أشموم وتفاجئ العرب وتشغلهم بالقتال عن الجسر، بينما يجد المهندسون والعمال ويتمونه، فنزحف عليه ونلتقي بك وندهم المنصورة ونفتح الطريق إلى القاهرة. سار دارتوا بفرقته خلف ذلك الخائن الذي باع ذمته ووطنه بالمال حتى بلغ المخاضة، ثم اقتحمها وخيوط الفجر تنتثر في الأفق، وأخذ العرب على غرة، ولم يكونوا يتخيلون أن يصل الفرنج إليهم من الأرض أو من السماء. ونهض فخر الدين بن الشيخ إلى جواده وقفز على صهوته واندفع إلى الفرنج معجلا دون أن يعد عدته، ليس حوله سوى بعض مماليكه، واقتحم صفوف الأعداء في بسالة فالتفوا حوله وناوشته سيوفهم من كل جانب فخر صريعا. واندفع دارتوا إلى المنصورة حتى بلغ قصر السلطان، فصرخت شجر الدر في المماليك البحرية الذين يحرسون القصر وتلتف به دورهم، فأسرعوا إلى جيادهم وهي تدفعهم من شرفة القصر وتحثهم على الاستماتة لإنقاذ شرف السلطان وزوجته وجواريه وإنقاذ شرفهم. فالتهبت حماستهم واندفعوا كالصواعق إلى الفرنج، يتقدمهم ركن الدين بيبرس البندقداري، وقابلوا الأعداء بسيوفهم ورماحهم وصدورهم، والجواري تصرخن من وراء شجر الدر فتصرخ لهن الدماء في عروق الفرسان، فلا يبالون بما أمامهم من سيوف ورماح. وجه بيبرس هجومه إلى الكونت دارتوا، وبعث بفرقة أخرى إلى خارج المنصورة لتحصر المعتدين وتقطع اتصالهم بقوات الفرنج، وحمي الطعن والضرب، وطعن دارتوا طعنة النجلاء، خر على إثرها يتخبط في دمه، وتمت إبادة من حول الكونت، ولاذ الآخرون بالفرار تاركين أقفيتهم للرماح والسيوف تأكل منها ما تدركه، عائذين بشوارع المنصورة وأزقتها. وفي داخل المنصورة نشبت مع الفرنج ملحمة بشرية دامية، اشتبكت فيها الأجساد بالأجساد والسيوف بالسيوف والرماح بالرماح، وعملت فيها قضبان الحديد والصواطير والسكاكين، وانهمرت على رؤوس الفرنج قذائف البيوت من الأسطح والنوافذ، حجارة وطوبا وأوعية وسهاما وقطع أثاث، وما امتدت إليه أيدي هؤلاء المدافعين عن مدينتهم، قد اتخذوا من البيوت حصونا وقلاعا. وكان العرب قد جمعوا قواتهم خارج المدينة وأسرعوا إلى المعركة الدائرة في قلبها، واشتركوا في إبادة الفرنج حتى ملأوا بجثثهم الشوارع والأزقة. لم ينج منهم سوى 5 قيض لهم البقاء ليخبروا الباغين بجزاء البغي والعدوان. كان عمال الفرنج قد انتهزوا فرصة هذه المعركة وانشغال العرب بها، فجدوا في العمل على بناء الجسر
وكادوا يتمونها، فلما بلغهم الخبر الحزين فقدوا عقولهم وألقوا بأنفسهم في الماء سابحين في فرق إلى الشاطئ الآخر. قد سبقهم لويس وخاض ببعض جيشه، فانقض العرب عليه يبيدون رجاله كما أبادوا رجال أخيه، حتى أقبل الليل وحجز بين الفريقين وأنقذ لويس ومن بقي معه، فركبوا الظلام ولاذوا بالفرار. جلست شجر الدر في عظمة المنتصر شاكرة لربها عونه، ونظرت إلى القواد ثم قالت في سرور: شكرا لك يا بيبرس، أرضيت مولاي السلطان وأرضيت الكرامة والبسالة. ثم التفتت إلى عز الدين أيبك وأقطاي وغيرهما وأثنت على ما أبدوا من شجاعة وإقدام، وأطالت النظر في وجه أيبك كأنها تدبر شيئا يخصه، ثم سألته قائلة: ومتى ننتهي يا عز الدين من هؤلاء الأشرار؟ إنهم جرحوا جرحا بالغا لا برأ منه، ولو هاجمناهم وهم يلعقونه لأبدناهم جميعا. قال بيبرس في شجاعة: سيوفنا رهن إشارتك وقوتنا في يدك، وقد غدت أرضنا كلها قبورا مفتحة لاستقبال هؤلاء الفرنج، فمري بما تشائين. قالت في سرور وثقة: نحتفل غدا بالنصر، وبعد غد نضع خطة الهجوم الماحق إن شاء الله.